ككل سنة يتم فصل مجموعة من التلاميذ من الدور المتوسط أو الثانوي، وهذا لأسباب كثيرة: الغياب المتكرر، السلوك السيء أو إعادة السنة لأكثر من مرة. لكن عادة ما يتم انعقاد مجلس استثنائي لإعادة إدماج بعض التلاميذ المفصولين بعد عدة اقتراحات من الفاعلين في المجال. تلقت المؤسسة التربوية طعونا بإعادة إدماج تلاميذ الذين تم فصلهم سنة الماضية، وذلك في الفترة الممتدة من 2 أكتوبر إلى 6 أكتوبر الأسبوع الماضي، أي من يوم الأحد إلى يوم الخميس. وهذا الأسبوع إن شاء الله سيتم الفصل في هذه الطعون غدا إن شاء الله في المجالس التي ستعقد في كل المؤسسات التربوية لإعادة إدماج هؤلاء التلاميذ المفصولين. هذه الجلسة هي جلسة تربوية، وهو مجلس قسم بامتياز يحضره مدير المؤسسة، مستشار التربية، الناظر، كل الأعضاء الشرعيون، كذلك أساتذة القسم الذين درسوا هؤلاء التلاميذ، من أجل أن يفصلوا يعني في قضية عودة هؤلاء التلاميذ إلى التمدرس من عدمه. إعادة التلاميذ المفصولين إلى مقاعد الدراسة يتم وفق شروط ومعايير خاصة تتماشى والقانون الأساسي لوزارة التربية، وفي حال لم تتوفر شروط إعادة الإدماج يتم توجيه التلاميذ إلى مراكز التكوين المهني بعد تحضيرهم من الناحية النفسية. هناك معايير لإعادة إدماج التلاميذ، ويجب على الأولياء أن يعلموا بها، لأن التلميذ اللي مثلا العمر تاعو يعني يديباس الحق القانوني للتمدرس الإجباري، لا يمكن إعادة إدراجه يعني إدماجه مع التلاميذ الصغار. إذن يجب يكون هناك معايير لدراسة هذه الملفات، وأيضا معايير لإعادة إدماج هذا التلاميذ بعد دراسة الملفات تاعهم، ولكن يجب تحضير الأرضية، ويجب يعني تكثيف الجهود مع المختصين النفسانيين والمرشدين التربويين. إعادة النظر في طعون وملفات التلاميذ المفصولين ومنحهم فرصة أخرى وفق شروط ومعايير خاصة، فعلى التلاميذ استغلالها لمواصلة مسارهم الدراسي.